أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هناخد ثالث محاضرة في منهج الميكروبيولوجي and infection control. اسم المحاضرة النهاردة بتاعتنا هي the chain of infection. خلينا كده ناخد summary سريع عن محاضرة المرة اللي فاتت. احنا كنا اتكلمنا عن النورمال فلورا أو الميكروبيوم، عرفنا يعني ايه ميكروبيوم، وقلنا ان هو عبارة عن population من المايكرو أورجانيزم بيبقوا موجودين جوه الهيلثي نورمال بيرسون، وقسمناهم او قلنا انواعهم الى resident and transient microbial flora، عرفنا مميزاتهم وكمان عيوبهم. تاني حاجه اخدناها في المحاضره كانت عباره عن التايبس او انواع الانفكشوس ديزيزز، وقسمنا الانفكشوس ديزيز الى على اساس الكورس الى اكيوت او حاد وكرونيك مزمن وليتنت اللي هو الكامل، على اساس المكان او السايت اوف انفكشن الى لوكال موضوعي او سيستميك اللي هو جنرالايزد، على اساس الكوزيتيف اورجانيزم كمان قسمناهم الى سوبر او ميكسد انفكشن. وكانت اخر حاجه في المحاضره بتاعتنا ان احنا اتكلمنا على الستيجز او مراحل الانفكشوس ديزيزز، وقسمناهم الى ثلاث مراحل. اول مرحله كانت الانكيوبيشن بيريد او مرحله فتره حضانه المرض، واتفقنا ان في الانكيوبيشن بيريد دي او فتره الحضانه مش بيكون موجود اي ساينز ولا سيمبتومز، بس ممكن الشخص يبقى معدي، وبتختلف التايم بتاع الانكيوبيشن بيريود ده تختلف من مرض لمرض تاني. تاني ستيج عندي اللي هي الفيز اوف انس اللي بقى بيظهر فيها ساينز اند سيمبتومز، وكانت اخر ستيج او اخر مرحله هي الكونفاليسنس فيز او مرحله النقاهه او فتره النقاهه، ودي كان بيحصل فيها ريكفري وبيتعافى الشخص. وخلال فتره الريكفري ما كانش بيكون موجود ساينز ولا سيمبتومز، بس ممكن الشخص في بعض الامراض يكون معدي في الكونفاليسنس فيز. إن شاء الله بنهاية النهاردة المحاضرة هنكون عارفين بعض الترمز الخاصة بالchain of infection، يعني إيه chain of infection، هنكون عارفين إيه هي الcomponents of the chain of infection، وكمان هنعرف إيه هي different methods for transmission of infectious diseases. الchain of infection أول حاجة خلينا أقول لك إن الinfectious disease بينتج نتيجة التفاعل ما بين الagent اللي هو العامل المسبب للمرض، والهوست اللي هو المضيف، والانفايرمنت او البيئه اللي هم عايشين فيها. يعني وجود العامل مع الهوست اللي هو هيضيفه في بيئه مناسبه بينتج عنه حدوث الديزيز او الانفكشوس ديزيز او المرض، وبالتالي التشين اوف انفكشن او سلسله العدوى بتكون نتيجه التفاعل ما بين الايجنت والهوست والانفايرمنت. التشين اوف انفكشن بتكون عامله زي سلسله متكونه من حلقات مختلفه، وجود الحلقات دي ورا بعضها بيضمن استمراريه حدوث المرض المعدي. خلينا نعرف النهارده ايه هي الحلقات دي او ايه هي الكومبوننتس بتاعت التشين اوف انفكشن علشان نقدر نعرف ازاي ممكن نعمل بريك او نوقف انتقال العدوى من شخص لشخص اخر. اول حاجه عندي هو لازم يكون موجود الانفكشوس ايجنت او العامل المسبب للمرض. بعد كده يكون موجود عندي ريزرفوار، الريزرفوار ده اللي هو الخزان او المكان اللي هيقدر العامل ده ان هو يسرفايف فيه، يقدر يعيش جواه، سواء بقى هيعمله الانفكشن ولا مش هيعمله. بعد كده هيبقى عندي البورتال اوف اكزيت، هو محتاج يدخل او يطلع، انا اسفه، من الريزرفوار ده محتاج يطلع منه علشان بعد كده يروح في الهوست بتاعه لو ما كانش الريزرفوار ده هو الهوست اصلا. يبقى بعد الانفكشوس agent او وجود العامل، ريزرفوار الخزان، هو محتاج الميكرو اورجانيزم ان هو يطلع من الخزان اللي هو جواه ده، وبميثودز مختلفه اللي هي بقول عليها المودز اوف ترانسميشنز هيقدر ان هو بعد كده يخش جوه ايه، جوه الهوست. دخوله جوه الهوست بيبقى عن طريق حاجه اسمها البورتال اوف انتري، برضو دي ديفرنت ميثودز هنشوفها، وبعد كده في الاخر خالص هيقدر ان هو يسبب المرض في السبسبتبل هوست او في الاشخاص اللي عندهم قدره ان هم يصابوا بالمرض وما عندهمش مناعه كافيه او ريزيستنت للمرض ده. طيب خلينا نتعرف دلوقتي على واحد من السته كومبوننتس اللي احنا اتكلمنا عنهم دلوقتي. اول واحد عندنا اللي هو الانفكشن ايجنت او العامل المسبب. اول حاجه عندنا في الكومبوننت بتاع التشين اوف انفكشن هو الانفكشوس ايجنت او العامل المسبب للمرض. طيب الانفكشوس ايجنت ده هو عباره عن مايكرو اورجانيزم، سواء بقى بكتيريا زي ما احنا درسنا انواع المايكرو اورجانيزمز، ممكن يبقى بكتيريا، ممكن يبقى فانجاي، بروتوزوا او فيروس.
تاني كومبوننت عندي في التشين اوف انفكشن هو الريزرفوار او الخزان. والريزرفوار ده هو المكان اللي هيكون موجود فيه الايجنت او العامل المسبب للمرض، وهيقدر ان هو يعيش، يعني يعيش جواه، ويقدر انه كمان يعمل جرو مالتيبليكيشن. تمام. وممكن يبقى الريزرفوار ده هيومن، بني ادم، ممكن يبقى انيمال او حيوان، او ممكن يبقى الانفايرمنت نفسه سواء كان مثلا حاجه زي الووتر او السويل. هنبتدي باول نوع من انواع الريزرفوار اللي هو هيومن ريزرفوارز. البني ادم ده لما يدخل يعيش الايجنت جواه او المايكرو اورجانيزم، ممكن يحصل حاجه من الاثنين. يا اما المايكرو اورجانيزم هيدخل يعيش بالبني ادم ده، وهيكون ساعتها البني ادم هو الريزرفوار وهو هو نفسه الهوست، فبالتالي هيحصل الديزيز، وهقول عليه ان هو هيحصل اكيوت كلينيكال كيس. تمام. يعني زي ما احنا شايفين هنا ان الشخص اتصاب بالمرض، بقت عنده الاعراض، بقت عنده الساينز والسيمبتومز، وهو فيلينج سيك او هو تعبان. الاحتمال التاني ان المرض او الايجنت ده او المايكرو اورجانيزم يدخل جوه الشخص بس مش هيسبب له بقى الديزيز، مجرد ان هو بس هيعيش جواه من غير ما يسبب الايه الديزيز، من غير ما يظهر عندي اي ساينز ولا سيمبتومز. في الحاله دي بسمي الشخص ان هو ايه كاريرز، ممكن كمان اقول عليه اسيمتوماتيك كاير. اتفقنا ان حرف الايه هنا معناها نون، يعني مفيش اي اعراض خالص موجوده. زي الصوره اللي احنا شايفينها هنا دلوقتي، هو سمايل، هو مبسوط، مش حاسس باي ساينز ولا سيمبتومز كمان، بس بيبقى في المرحله دي هو كونتاجيوس وهو كارير، يعني ممكن ينقل المرض. زي ما شايفين هي الهاله اللي حوالين اللي هي باللون الروز دي، ده هو ده الديزيز او الانفكشوس ايجنت، ده ممكن يتنقل لاشخاص تانيين، بس هو نفسه الشخص اللي حامل ليه او الكارير ليه مش مصاب. طيب خلينا نعرف اكتر يعني ايه معنى كلمه الكاريرز او الناقل او حامل المرض. الكارير ده هو عباره عن شخص ما عندهوش اي ساينز ولا سيمبتومز، يعني ما عندهوش اي علامات ولا اي اعراض للمرض تماما، بس بيكون عنده القدره ان هو ينشر او يعمل سبريدنج للمرض ده لاشخاص تانيين. يعني زي الصوره هنا، هو بيبقى بيقول اي فيل فاين، انا فعلا ما عندهوش اي مشاكل، مش باين عليه اي حاجه، بس هو جواه عامل كارينج وحامل للانفكشوس ايجنت. طيب الكاريرز دول بيمثلوا ريسك او خطوره عاليه جدا في ان هم ممكن ينقلوا الامراض دي للناس، وانا مش بقدر اعمل لهم ريكوجنيشن او مش بقدر اتعرف عليهم بسهوله، بيبقى صعب قوي التعرف عليهم، لان هم ابرنتلي او ظاهريا هم اشخاص ما عندهمش اي مشاكل بس يقدروا ينقلوا الامراض، وبالتالي ده بيبقى عباره عن ريسك كبير جدا وجودهم في الهيلث كير سيتنج. طيب الهيومن ريزرفوار زي ما احنا اتفقنا ممكن يبقى ساعتها بيتصاب او يبقى الايجنت عايش جواه، سرفايف جواه، وممكن يبقى عنده القدره ان هو يملتبلاي ويعمل الانفكشن ويؤدي الى ظهور الاعراض. ساعتها هسمي الهيومن ريزرفوار ده ان هو هيحصل عنده اكيوت كلينيكال كيس. تمام. طيب ممكن يبقى الهيومن ريزرفوار ده مجرد ان هو كارير او مجرد ان هو حامل او ناقل للمرض، ومش هيكون فيه زي ما اتفقنا اعراض. هقسم الكاريرز دول الى حاجه اسمها convalescent carrier، chronic carrier، وintermittent carrier. بنفس التقسيمه اللي احنا قلناها للكارير سواء كان convalescent carrier. يعني ايه convalescent carrier؟ convalescent معناه فتره النقاهه. تمام. هم دول الاشخاص اللي بيكونوا تم اصابتهم بالمرض، جات لهم العدوى، يعني ظهرت عليهم اعراض signs and symptoms، وحصل لهم او ابتدى يحصل لهم recovery، ابتدوا يتعافوا، بس في خلال فترة التعافي دي اتفقنا انه هيحصل transmission للديزيز، هيقدر برضو ان هو بيتعافى صحيح ومفيش دلوقتي اعراض، بس ممكن ينقل المرض. ومن اشهر الامثلة عندنا الكوليرا. طيب تاني نوع من انواع الكارير اللي هو الكرونيك كارير، يعني هو شخص حامل للمرض. تمام. بشكل كرونيك، كرونيك معناها ان هو لاكتر من 6 شهور، بس ما ظهرش عليه اصلا اي اعراض، ان هو ما تعبش ودخل بقى في الريكفري، لا هو ما تعبش اصلا، هو اصاب بالايجنت ده والايجنت ده دخل جواه بس ما ظهرش لسه اي ساينز ولا اي سيمبتومز. تمام. والفترات طويله. ومن اشهر الامثله اللي موجوده في الكرونيك كارير هو التايفويد. اخر نوع من انواع الكارير اللي هو الانترميتنت كاريرز،
وهو عبارة عن بيحصل periodically shedding للأورجانيزم، يعني بينزل الأورجانيزم ده أو بيحصل له shedding أو بيطلع من الشخص ده بطريقة دورية، كل فترة يبتدي يحصل shedding أو يطلع الأورجانيزم. ومن أشهر الأمثلة اللي موجودة أورجانيزم اسمه الـ MRSA أو الميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس أوريوس، ده نوع من أنواع البكتيريا بيبقى مقاوم للأنتيبيوتيك بتاع الميثيسيلين، وممكن عنده القدرة إن هو يعمل colonization أو استعمار في النيزل كافيتي أو فتحات الأنف للهيلث كير وركر. ده بيبقى مشكلة كبيرة قوي، لأن هو بيبقى ساعتها الهيلث كير وركر أو اللي بيشتغلوا في الصحة بيبقوا عندهم ممكن MRSA وينقلوه للمرضى بشكل إيه؟ intermittent، يعني بشكل periodically كل فترة كده يبقى موجود الـ MRSA ده بيسبب مشكلة عندهم وممكن يعملوا إيه؟ transmission للديزيز. تاني نوع من انواع الريزرفوارز عندنا هو الانيمال ريزرفوار. الانيمال ريزرفوار ان هو عباره عن ان الايجنت او العامل المسبب للمرض او المايكرو اورجانيزم بيعيش جوه الانيمال وبيقدر بعد كده ينتقل الى الانسان. انتقال او الترانسميشن اوف الاورجانيزم من الانيمال او من الحيوان الى الهيومن او الانسان ده بسميه حاجه اسمها زونوتيك ديزيز، اللي هي الامراض حيوانيه المنشا. ومن أشهر الأمثلة اللي موجودة عندي حاجة اسمها البليج أو الطاعون. البليج ده أصلا بيبقى موجود في الرودنس أو الفران وبيتنقل بعد كده عن طريق الفليز اللي بتيجي تقرص البني آدم وتسبب له الطاعون. تاني مثال مشهور قوي اللي هو السارس كورونا فيروس، ده بيتنقل من خلال الوطواط، بيبقى الباتس أو الوطواط ده كارير أو ريزرفوار للمرض وبعد كده يقدر إن هو ينقله للهيومن. اخر حاجة عندي او اخر نوع في الريزرفوارز هو الانفيرومنتال ريزرفوار. ان سم اورجانيزم او بعض الاورجانيزمز بيبقى عندهم القدرة ان هم يسرفايف ويعيشوا جوه نون ليفينج انفيرومنت زي السويل والووتر، يعني الاورجانيزم هيبقى موجود عندي سواء في التربة او في المية ويقدر يعيش فيها ما عندوش اي مشكلة الى ما يلاقي السوسبتبل هوست او الهوست او المضيف المناسب ويتنقل ساعتها جوه ويعمل له بقى الانفكشن. من أشهر الأمثلة اللي بتبقى موجودة للإنفيرمنتال ريزرفوارز الأورجانيزم اللي اسمه أو البكتيريا اللي اسمها كلوستريديم تيتاني المسببة للتتانوس، دي بتبقى موجودة بشكل كبير جدا في السويل وممكن تتنقل من السويل بعد كده للهيومن. تالت كومبوننت عندي أو تالت حلقة من حلقات الـ chain of infection هي البورتال أوف إكزيت. خلاص الأيجنت كان موجود وقعد في الخزان بتاعه وعايز يطلع بقى عشان يبتدي يكمل السلسلة بتاعته. طيب هيطلع ازاي بقى البورتال اوف اكزيت او ايه هي الطرق اللي هيطلع بيها المايكرو اورجانيزم ده؟ المايكرو اورجانيزم ممكن يطلع من الريزرفوار علشان يروح للهوست، ممكن يطلع لو هو كان اوريدي موجود في الانتستاينال تراكت فساعتها هيطلع عن طريق الاستول. لو هو كان ساعتها الاورجانيزم ده عامل لي ريسبيراتوري اورجانيزم او كان عايش في الريسبيراتوري سيكريشنز ممكن يطلع عن طريق الدروبليتس او السلايفا، عن طريق القطرات او اللعاب. لو كان الاورجانيزم ده اصلا موجود او المكان اللي بيعيش فيه هو الجينيتال باثوجين ساعتها ممكن يطلع من خلال السمن او السيرفايكال سيكريشنز. ممكن كمان يطلع زي ما انتم شايفين في الصوره هنا مع اليورين او مع البول، ممكن يطلع كمان مع البلود، ممكن عن طريق الانسكت تنقل الايجنت من الشخص اللي هو الريزرفوار للشخص التاني اللي هو الهوست. طيب الايجنت طلع وخلاص موجود، ازاي بقى هيتنقل وهي المود اوف ترانسميشنز بتاعته للهوست بتاعه؟ المود اوف ترانسميشنز اللي هي طرق انتقال العدوى هي عبارة عن الموفمنت او حركة الباثوجين من الريزرفوار اللي هو الخزان بتاعه الى الهوست اللي هو المضيف بقى علشان يكمل سلسلة العدوى. هنقسم المود اوف ترانسميشنز الى تقسيمتين كبار. الاول حاجة اسمها vertical transmission وحاجة اسمها horizontal transmission. vertical اللي هي أفقية ودي بتكون الترانسميشن أو انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، من الأم للبيبي، سواء خلال فترة الحمل ممكن ينتقل العدوى أو ينتقل المرض، ممكن خلال فترة الولادة أو خلال فترة الرضاعة. يبقى من انتقال المرض أو الترانسميشن من الأم للبيبي ده بقول عليه vertical transmission. الشكل الثاني لانتقال العدوى ممكن يبقى عن طريق الهوريزونتال ترانسميشن
او اللي هو بيبقى افقي، ان هي تبقى تاخد شكل من الاشكال اللي هي انتقال العدوى من شخص لشخص تاني. ودي ليها الهوريزونتال ترانسميشن ده بيبقى ليه اكتر من طريقه، اما من خلال الكونتاكت او التلامس، من خلال الانهاليشن او الاستنشاق، من خلال الاكل والشرب، من خلال البلاد بورن ترانسميشن او من خلال الدم، الارثروبود بورن ترانسميشن زي ما احنا اتفقنا لما جينا اتكلمنا عن البروتوزوا، وان اللي في عندي بلازموديوم مالاريا دي بروتوزوا بتتنقل عن طريق الارثروبود او البعوض هو اللي بينقلها وتسبب مرض الملاريا. واخر حاجه السكشوال ترانسميشن بين ميل اند فيميل. طب ناخد اول حاجه عندنا في الهوريزونتال ترانسميشن هو الكونتاكت ترانسميشن اللي هو الانتقال عن طريق التلامس. ده ممكن يبقى دايركت يعني من شخص لشخص تاني، الشخص المصاب ايده ملوثه بالمايكرو اورجانيزم يسلم على شخص تاني سليم ساعتها هينقل له العدوى. ممكن يبقى ان دايركت عن طريق ان الشخص المصاب يمسك مثلا مقبض باب، يمسك موبايل، يمسك الكيبورد بتاع اللابتوب او الكمبيوتر وساعتها هيسيب عليها المايكرو اورجانيزم اللي كانت موجوده في ايده. يجي بعد كده الشخص السليم يمسك نفس الاوبجكتس دي او الاشياء دي هينتقل اليه المرض، وده بسميه indirect contact transmission. تاني حاجة عندنا في الهوريزونتال ترانسميشن هو الانهاليشن او الاستنشاق اللي بقسمه الى airborne عن طريق الهواء او droplets عن طريق الرذاذ او قطرات المية اللي بتطلع. الايربورن هو لما حد بيتكلم بيبقى ساعتها الاورجانيزم ممكن يطلع من خلال مثلا الكلام او النفس بتاعه وينتقل عن طريق الهواء، بس ده بيبقى عايز حاجتين. اول حاجه ان يبقى الشخص المايكرو اورجانيزم ده صغير بحيث يقدر يتشال مع الهواء، ودي مشكلته ان هو ممكن يتنقل لمسافه كبيره توصل لاكتر ممكن من 5 متر. تمام. طيب وده كمان ممكن يكون دايركت او اندايركت. يعني دايركت اي حاجه بنقول عليها دايركت اللي هو بالوجود المباشر، يعني الشخص المصاب موجود قدامه الشخص الغير مصاب. لكن الاندايركت ان الشخص المصاب ده دخل المكان وهو اصلا كان تعبان والمايكرو اورجانيزم بقى اوريدي موجود في الهواء وهو طلع خلاص، دخل شخص تاني سليم في نفس المكان ده اللي فيه كان الشخص المصاب واللي لسه موجود فيه المايكرو اورجانيزم ده، فلما يجي يستنشقه هيحصل له بعد كده الديزيز. تاني نوع عندي من الانهاليشن هي حاجه اسمها الدروبلت او اللي بيتنقل مع القطرات، ده كمان ممكن يبقى دايركت او اندايركت، وده بيكون عباره عن لازم يبقى فيه كلوز كونتاكت او تقارب، لان الدروبلتس دي ما بتمشيش مسافه طويله، الدروبلتس دي بتبقى تقيله شويه، فاقصى حاجه ان هي تمشي اقل من 5 متر وبعد كده بتقوم جايه ايه واقعه في الارض. فلو في كلوز كونتاكت لشخصين مع بعض، الشخص المصاب مثلا عمل كافينج او سنيزنج او اي حاجه، ساعتها بينقل المايكرو اورجانيزم للشخص السليم. او الطريقه الثانيه الاندايركت ان الشخص المصاب ده هيعمل سنيزنج او هيعطس على مثلا اي اوبجكت، مثلا مقبض الباب او اي مكان هو موبايل او اي حاجه، ويجي بعد كده الشخص السليم يمسك نفس الاوبجكت او الشيء اللي هو نزلت عليه الدروبلتس او القطرات دي، ساعتها ممكن يتنقل المرض ويكون مصاب بيه. ثالث نوع من انواع الهوريزونتال ترانسميشن هو انتقال العدوى عن طريق الاكل والشرب. ده ممكن يكون دايركت عن طريق ان الاكل نفسه هو اللي هيكون جواه المايكرو اورجانيزم زي مثلا اللحمه والبيض والفراخ والكلام ده كله، او اندايركت عن طريق ان هو الشخص اللي بيحضر الاكل نفسه هو ده اللي جواه المايكرو اورجانيزم وهينقله او هيلوث الاكل، فساعتها هيبقى الاكل كمان ايه ملوث، او طريقه حفظ الاكل بتبقى غير سليمه وممكن ينمو عليه المايكرو اورجانيزم لما يجي ياكلها الشخص المصاب ده ساعتها هيتنقل له المرض. رابع نوع عندنا في الهوريزونتال ترانسميشن هو البلاد بورن ترانسميشن. بلاد بورن ترانسميشن ده هقسمه كمان الى دايركت، ده بيبقى زي نقل الدم ان هو يبقى الدم اصلا ملوث او حامل للمايكرو اورجانيزم ويتنقل من الشخص المصاب الى الشخص السليم، ساعتها هينقل الاورجانيزم ده بشكل دايركت للشخص السليم. او indirect زي needle stick injury عن طريق شكة الابرة او وخز الابر، وده بيبقى اصلا الابرة فيها دم او مسحوب بيها دم وبعد كده تشك شخص سليم، ولو كان الدم ده اصلا من شخص مصاب خصوصا مثلا مرض زي التهاب الكبدي بي او هيباتيتس بي فيروس ممكن يتنقل عن طريق needle stick injury. يبقى كده كان عندنا infectious agent راح للخزان او الريزرفوار وبعد كده شاف طريقه ان هو يخرج منها عن طريق البورتال اوف اكزيتس اللي اتكلمنا عليها،
وعن طريق اي ميثود سواء هوريزونتال او فيرتيكال حصل له ترانسميشن، هيدخل بقى ازاي او ايه هي البورتال اوف انتري بتاعته. البورتال اوف انتري هي الباث او الطريقه اللي هيقدر بيها الباثوجين ان هو يروح ويدخل جوه سسبتبل هوست او المضيف بتاعه. ممكن تبقى مثلا لو هو كان عايز يصيب الريسبيراتوري تراكت فهو ممكن يدخل عن طريق النوز، لو هو مثلا عايز يصيب الجاسترو انتستاينال تراكت ممكن يخش عن طريق الماوث، and finally هو ممكن يخش كمان من خلال البروكن سكين او النون انتاكت سكين يروح بقى مثلا على البلود. اخر حاجة عندي خالص هي susceptible host، وده اخر حلقة عندي في سلسلة العدوى. susceptible host هو الشخص اللي lacking او يفتقر او يفتقد للإفكتيف resistant to a particular pathogenic agent، هو الشخص اللي يفتقر او يفتقد الحماية الكافية اللي تقدر تخليه مقاوم للمرض ده، وبالتالي هو هيبقى عرضة ان هو يصاب بالامراض. طب مين هم susceptible او مين هم الناس اللي عرضة للأمراض؟ خلينا متفقين ان اي شخص عرضة لاي مرض، يعني مثلا فترة الكورونا كنا كلنا عرضة للإصابة بمرض ايه؟ بالكورونا، تمام كده؟ طيب في اشخاص اكثر عرضة للإصابة لان مناعتهم مثلا بتبقى ضعيفة زي الكانسر بيشنز او زي الناس المصابة بالايدز، كمان ان هم الترانسبلانت بيشنت او الناس اللي عندهم نقل اعضاء بياخدوا اصلا ادويه تهبط او تثبط المناعه فبتكون مناعتهم ضعيفه وبيكونوا عرضه برضو للامراض المعديه، الناس كمان اللي بياخدوا ستيرويد لفترات طويله، واخر حاجه خالص الانفانت والالدرلي الناس الاطفال او الكبار في السن بيكونوا كمان عرضه للاصابه اكتر بالامراض لان هم بيكون مناعتهم ضعيفه. احنا بكده هنكون ان شاء الله خلصنا محاضره النهارده. خلينا نعمل كده سامري سريع عن التشين اوف انفكشن. تمام، اول حاجه اتفقنا عليها ان لازم يبقى عندي الجرم او الايجنت سواء بكتيريا فيروس بروتوزوا فانجاي. الايجنت ده محتاج ان هو يكون سيرفايف او يقدر يعيش في ريزرفوار او في خزان معين، وقلنا الريزرفوار ده ممكن يبقى هيومن ريزرفوار او انيمال ريزرفوار او انفايرمنتال ريزرفوار. بعد كده الايجنت بيحتاج ان هو يطلع من الريزرفوار ده، هسميها البورتال اوف اكزيت، طريقة خروجه من الريزرفوار ممكن تبقى عن طريق الماوث، عن طريق الستول، عن طريق اليورين أو أي حاجة، عن طريق الدروبلتس. تمام، هيطلع من الريزرفوار بعد كده وبميثود معينة سميناها الميثود اوف ترانسميشن أو المود اوف ترانسميشن هيقدر إن هو يروح للهوست بتاعه. المودز دي قسمناها إلى فيرتيكال اللي هي بتبقى من الأم للبيبي، أو قسمناها الهوريزونتال اللي هو بيبقى من بيرسون لبيرسون تاني سواء بقى كونتاكت انهاليشن بلود ارثروبود اي حاجة. بعد كده هو الايجنت خلاص طلع وفي طريقه وعايز بقى يدخل بعد كده في الهوست، هنسميها البورتال اوف انتري، قلنا ممكن تبقى عن طريق مثلا الماوث لو هو هيسيب الجهاز الهضمي او الجاسترو انتستاينال تراكت، عن طريق النوز لو هو هيروح الريسبيراتوري تراكت او الجهاز التنفسي، او عن طريق الاي او عن طريق الكات اللي موجوده في السكن لو هيروح للبلد. كل ده بيعمله علشان في الاخر يروح للسسبتبل هوست او للمضيف بتاعه او للعائل بتاعه اللي هو بعد كده ايه هيكون النكست سيك بيرسون، يعني الشخص المصاب التاني. قلنا اي شخص عرضه للاصابه بالمرض، في ناس بتكون اكثر عرضه وهي تكون مناعتهم ضعيفه زي الاطفال الكبار في السن او الناس اللي عندهم امراض تصيب او تثبط او تقلل الجهاز المناعي. طيب احنا كده خلصنا، وكان النهارده فايده المحاضره ان احنا نعرف ازاي ايه هي التشين اوف انفكشن او هي سلسله العدوى او ايه هي طرق الانتقال العدوى من شخص لشخص تاني، وكان اهميه الموضوع ده ان احنا نقدر نعمل بريك للتشين اوف انفكشن دي ونوقفها بدل ما تكمل العدوى في السلسله وتبقى مستمره وتنتقل من الشخص المصاب الى الشخص السليم. أشوفكم إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية.